اللهم صل. اللهم صل وسلم محمد وارحمنا بهم يا كريم وفرج عنا بحقهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب سيدي من تمسك بكم. أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا ذاك المنى ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء يا أبو علي. من مبلغ مضر الحمراء وعدنانا وشيبة الحمد والمحمود عمرانا. أنقذ هوى من دواحي أنقذ هوى من دواحي غصنهم غصن به استفادت غصون الكون. أركانا وقد هوى من صياصي مجدهم ركن به أقام إله العرش. أركانا أعني ابن موسى الرضا سباق حلبتيا. إن سابقت للعلى الفرسان فرسانا فلتبكه مقل الأنواء بما ملؤت أنواء كفيه للعافين غدرانا. وليبكه الدين والذكر الحكيم كما أبان للناس آيات وبرهانا. يا غيرة الله قلب الكون قلبه. يا غيرة الله قلب الكون قلبه ثم يقلب للأحشاء ألوانا. وبضعة من رسول الله بضعها بالسم من بضع القرآن طغيانا. على النبي عزيز والأئمة أن يروا سليلهم بالسم سكرانا. ويعز على الزهراء أن ترى معجتا. يعز على الزهراء تنظر إلى الإمام الرضا يجود على الفراش ويجذب الألات
فلذلك توجه الخطاب أم الحسن إلى خراسان إلى كل الأراضي. تعتب أم الحسن يحق لها تعتب على الأولاد على تلك الأراضي التي ضمنت الأولاد وشتتت الأولاد في كل جانب ومكان، لكنما طوس رذة العتاب إلى أم الحسن معذرة سيدتي زارة. اعتابش في مكانه ومعذورة تعتبين، لكن مو علي أنا، اعتبي على بغداد، اعتبي على كربلاء، اعتبي على سامر أم الحسن، عتبج على العنان والراس إن كان شفتي لا يا جسد بالخال ينذاس، لو كان شفتي لا جسد يشبه العباس، ولو كان شفتي الحرم حسر على كوار. شفتي لا يا زهرة عشان تعتبين علي وكون اعتابش مقبول يا ام الحسن، عاتبش علي ان كان امسى غير مقبور وغير ثلاثة ايام خلتهم بلا قبور، ملهم اظل ما سوى جنحان لطيور، بعينش نظرتيهم عليهم ساف الغبار. عتبج على بغداد على مرمي بجسرة، باب الحوايج جثته ما حد قبره، وان كان ما سمعتي زاره عن خبره، حتى النصارى واليهود بذوا استنكار. تعتبين علي ام الحسن وان الواحد بالبجار ضمت لحظه، ومن قبل وادي كربلاء 70 عنده جاب حريمه واخوته وجميع والذي كلهم فلتهم يا بتول اصغار وكبار. وانا اللجاني واشتراني باختياره، ولبيت امر مسلمه حتى المناره، وبس ما لفاني بلال بشرني بشاره، يا احوي ضريحه واستوي مقصد الزوا. سئلي ام الحسن لما لفاني روعت لي الطفل، روعت لي امراه، هتكت لي ستر يا ام الحسن، جاني ولا اجتمعت على خال وعله، ولا سيف عند انسان ولا شرعه اسله، ولا منعته ولا هضمته ولا منعت الماي عله، يا وحسين برض الغادريه ما تعطشا. ومن بعد ما ما سبت مخذراته، ومن الخذار للسبي ما طلعت بناته، شافن بواجع له ما شافن شماته، ولا طفل عني للرضا ظل فوق تربان. لكن ابكي على اولادي قضوا بالسيف، قضوا بالسيف والسام، وابكي على ابوهم جتيلين لابن ملجان، وان كان بالله تسألوني يا اعظم اعظم علي لان علاعي على حسين. وما ربك بغافل
عما يعمل الظالمون. عن أبي بصير قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام لأي علة أعطى الله عز وجل أنبياءه ورسله وأعطاكم المعجزة؟ أبو بصير أحد أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، وملازما إلى الإمام الباقر كذلك، وهو من الشيعة الخلص الموالين والمحبين إلى محمد وآل محمد. وقد رأى آيات باهرة ومعاجز ظاهرة إلى الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. فلذلك وجه السؤال إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له: يا ابن رسول الله، لأي علة أعطى الله عز وجل أنبياءه ورسله وأعطاكم المعجزة؟ يعني الله عز وجل كرمكم يا أهل البيت وجعل لكم كرامة ومرتبة كمرتبة الأنبياء والرسل الكرام، وأعطاكم المعجزة والآيات الظاهرة التي أعطاها الأنبياء والرسل. فأجابه الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: لكي يعرف أو يبين صدق من أتى به. مو كل من ادعى الخلافة وادعى النبوة وادعى الإمامة صحيح لو لا، لكن قدر يجي بمعجزة خارقة إلى العادة، خارقة إلى النواميس الطبيعية، ما أكو. فلذلك الإمام يجيب على أبا بصير، قل له: يا أبو بصير، اعلم أن المعجزة علامة لله عز وجل، لا يعطيها إلا أنبيائه ورسله وحججه، لكي يعرف صدق الصادق من كذب الكاذب. المأمون ادعى أنه خليفة الله صحيح لولا، وادعى أنه حجة هارون بني العباس يزيد، هذول كلهم ودونك الأمم اللي سبقتهم ادعوا النبوة، هذول ادعوا الخلافة، لكن استطاعوا أن يأتوا بمعجزة خارقة إلى العادة يثبتوا إلى الخلائق بأنهم حجج الله على خلقه وفي أرضه، ما استطاعوا. ابحث في التاريخ حتى لو من باب الكذب أو المبالغة، ما جاءوا بمعجزة أبد ولا منهم أحد استطاع أن يدعي ذلك، لعلمهم بأن هذا الأمر اللي هي المعجزة أمر لله عز وجل جعله في أنبيائه ورسله وحججه، وهم الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. فلذلك احنا عندنا إجماع عند الفقهاء علماء الطائفة أن الإمام المعصوم يستدل على إمامته بدليلين، يعني تستدل على إمامة المعصوم بدليلين. الدليل الأول نص عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل يعني يكون نص على لسان النبي صلى الله عليه وآله في حق هذا الإمام المعصوم، كما كان ذلك إلى أمير المؤمنين علي سلام الله عليه في غدير خم، يوم غدير خم نص النبي صلى الله عليه وآله
بلسانه وعن القرآن بأن الخليفة والوصي والولي والإمام والحجة على الأمة من بعده هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا نص من النبي كدليل على إمامة أمير المؤمنين علي. وكذلك لما أن نص النبي صلى الله عليه وآله على إمامة الحسن وإمامة الحسين عليهما السلام قال النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. هذا نص من النبي يثبت بإمامة الإمام الحسن سلام الله عليه وإمامة الإمام الحسين وباقي الأئمة كذلك، أن النبي صلى الله عليه وآله قال مرارا وتكرارا أن الأئمة من بعد 12 إماما هادين مهديين، هم مع القرآن والقرآن معهم، هم مع الحق والحق معهم، لا يضرهم خذلان من خذلهم. هذه كلها نصوص تثبت أن الأئمة الأطهار أئمة حق وحجج وخلفاء إلى النبي صلى الله عليه وآله على وجه الأرض. نص النبي. بعد أكو دليل آخر أن الإمام ينص على إمامة الإمام الذي يأتي من بعده، يعني اجي إلى الإمام الرضا سلام الله عليه نص على إمامته أبوه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وكذلك الإمام الصادق سلام الله عليه نص على إمامة الإمام موسى بن جعفر وهلم وجر. كل إمام ينص على إمام إمامة إمام الذي يأتي من بعده نصا بالشهادة، يعني الكل يثبت ذلك من عامة ومن خاصة. ماكو إمام خرج من هذه الدنيا إلا وأوصى أمته حاشيته الشيعة من صفوته ومن محبيه ومن شيعته بأن الإمام المعصوم الإمام الذي يليه بالاسم، فالإمام الرضا سلام الله عليه نصا على لسان الإمام الكاظم بأنه هو الخليفة. فالدليل الأول كما أجمع الفقهاء أن الدليل على إثبات الإمامة والعصمة إلى الإمام المعصوم نصا عن النبي صلى الله عليه وآله ونصا على لسان الإمام الذي يكون قبله. بعد الدليل الآخر الإعجاز المعجزة، يعني الإمام المعصوم يأتي بمعجزة خارقة إلى العادة خارقة إلى النواميس الطبيعية لكي يثبت إلى الناس وإلى الأمة بأنه حجة من الله على خلقه وفي أرضه. لذلك تشوف كل الأئمة سلام الله عليهم جاءوا بالمعاجز الباهرة والآيات الظاهرة كلهم. اجي إلى الإمام الرضا سلام الله عليه أكو رجل يقال له محمد ابن العلاء الجارجاني، هذا من جارجان أرض في فارس بين طهران وبين مشهد عرفت بالتشيع في حياة الإمام الصادق وحياة الإمام الباقر. هذا رجل يقال له محمد بن العلاء، يعني أيقن وسلم إلى إمامة الكاظم سلام الله عليه، ولكن داخله الشك في إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه، عنده شك. فلذلك التقى بالإمام الرضا سلام الله عليه في مكة، كان حاجا، فالتقى بالإمام سلام الله عليه، سلم على الإمام، قال له يا ابن رسول الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة
جاهلية. الإمام الرضا سلام الله عليه أراد أن يثبت إليه هذا الحديث، يأكد إليه، قال له نعم، أخبرني أبي عن جدي عن الإمام الحسين سلام الله عليه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. يعني أكد إليه هذا القول عن النبي صلى الله عليه وآله. قال لي: يا ابن رسول الله، ومن مات ميتة جاهلية؟ قال: مات مشركا إلى النار. قال: ومن هو الإمام الذي أنا لا أعرفه؟ قال: أنت ما تعرف الإمام، أما ورد إليك أنا الإمام والخليفة من بعد أبي؟ قال: ورد لي ذلك، ولكن أين الدليل؟ أعطني دليل. يقول الإمام الرضا سلام الله عليه، قال الإمام: لا بأس، اتبعني، تعالوا ياي. أخذ إلى الدار، أدخله الدار، يقول محمد بن العلاء: فأجلسني الإمام الرضا سلام الله عليه إلى جنبه قبل الحديث والمناظرة على إمامته. دخل علينا خادم بيده طفل رضيع أبو أشهر، بيده تمرة كان يمضغها في القديم. خب ما أكو مراضعين ولا سهايا، الطفل يتسلى بالتمرة، ولعله الإمام الجواد سلام الله عليه، لأن من خلال الروايات أن الابن الذكر إلى الإمام الرضا هو الإمام الجواد سلام الله عليه. الشاهد: ما كان من الخادم إلا ووضع الطفل الرضيع في حجر الإمام الرضا سلام الله عليه. يقول محمد بن العلاء: ثم جعل الإمام الرضا سلام الله عليه يبين إلي إمامته من خلال النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنا أناظره في ذلك وأشكل على الإمام سلام الله عليه. يعني كل ما جاب إلي حديث أعرضت عليه ورديت على الإمام وأشكلت على الإمام، جاء بقول أشكلت على الإمام، جاء بحديث عن أبي أعرضت عنه وأشكلت عليه، وظليت أناظر الإمام سلام الله عليه وطالبي المقام. يعني كل ما جاء الإمام إلي بالقول ناظرته وأشكلت عليه، هذا بالنص. وكلما جاءني برواية أشكلت على الإمام، يقول طالبي المقام في ذلك، فبينما أنا كذلك وإذا بالطفل الذي في حجر الإمام الرضا سلام الله عليه وهو الإمام الجواد رضيعا، أنطقه الله عز وجل بلسان طلق زلق عربي وقال: أن الحق حق مولاي الإمام الرضا، فهو الحجة وهو الخليفة وهو الإمام عليكم. صلوا على محمد وآل محمد. يعني الإمام أثبت الإمامة إلى هذا الرجل محمد بن العلاء بدليلين: النصوص، وكان يشكل على الإمام. يعني جاء بأقوال عن رسول الله، جاء إليه بأقوال عن أمير المؤمنين، جاء بأحاديث، وأعرض وناظر الإمام وأشكل على الإمام، لكن الإمام استخدم ويا السلاح الآخر لدليل إمامته وإثبات إمامته بالمعجزة، وكانت معجزتين في معجزة واحدة، يعني كرامة ومعجزة إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، أن الله عز وجل أنطق هذا الرضيع لإثبات إمامة الإمام الرضا، وكذلك معجزة وكرامة إلى الإمام الجواد بأن الله عز وجل أنطقه وهو رضيع.
فلذلك يقول هذا محمد بن العلاء: ما خرجت من عند الإمام الرضا سلام الله عليه إلا وأنا على يقين بإمامة الرضا وإمامة الإمام الجواد سلام الله عليه. فالإمام الرضا سلام الله عليه كذلك من الأئمة الذين بيّنوا إلى الناس الكرامات والمعاجز في حياته وبعد مماته. أبو الصلت أحد أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه يبين معجزة كرامة إلى الإمام الرضا سلام الله عليه. يقول: يوم من الأيام يلتفت إلي الإمام الرضا سلام الله عليه يقول لي: يا أبو الصلت ادخل هذه القبة. القبة قبر هارون الرشيد إلا اليوم ضريح الإمام الرضا سلام الله عليه. قال لي: ادخل هذه القبة وآتني بالتراب منها من أربع المواضع عند الباب وخلف قبر هارون الرشيد وعند رأسه وعند رجله. من كل محل جيب إلي تربة. يقول أبو الصلت: فجئت إلى الإمام الرضا سلام الله عليه بالتربة من أربع المواضع. أخذ الإمام التربة التي تكون خلف قبر هارون، يعني من الدش الباب هذا قبر هارون خلفه. أخذ التربة شمها الإمام الرضا سلام الله عليه ورمى بها. يقول أبو الصلت: فالتفت إلي وقال: هذه التربة التي تلي قبر هارون لعقب قبر هارون؟ قال له: نعم سيدي. قال له: اعلم يا أبو الصلت، هنا سيحفر إلي قبر وستظهر صخرة كبيرة. ولأن المأمون أراد يدفن الإمام الرضا سلام الله عليه يواري الإمام الرضا خلف قبر هارون، يعني إذا تدش تستقبل قبر من هارون لا قبر الإمام الرضا، يعني أريد يخفي قبر الإمام الرضا سلام الله عليه. لكن شاء الله غير ذلك، الله ما رضى. ولذلك تشوف اليوم أنت اليوم قبر هارون موجود ترى في القبة التي فيها الإمام الرضا سلام الله عليه، لكن احنا نمشي عليه من يدربه. انما الله عز وجل اظهر آية من الامام الرضا سلام الله عليه، والا قبر هارون موجود تحت القبة نفسها. فاراد ان يخفي قبر الامام، يقول: ليش تحفرون الى الامام قبر امام قبر هارون خلف قبر هارون؟ اساس الزائر والجاي يقصد الى قبر هارون ما يشوف قبر الامام الرضا من هالباب. فأبو الصلت أخذ هذه التربة التي تكون خلف قبر هارون شمها الإمام رمى بها. قال لي: يا أبو الصلت سيحفر إلي قبر هنا من هذه التربة إلا خلف قبر هارون وستظهر صخرة كبيرة لو اجتمعت عليها معاول خراسان ورجال خراسان لما أزاحوها. ما تنشاد. تعرف ليش؟ لأن الله ما يرضى إلي أن أنهان وصير قبر خلف قبر هارون. لا 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 لا. يقول فعلا لما انقضى الإمام الرضا سلام الله عليه، شوف من باب الإعجاز، جاء المأمون يلطم على صدره ورأسه وينادي وإمامه من باب الحيلة، وهو لكاد إلى الإمام الرضا سلام الله عليه. يقول دخل عند ضريح أبيه هارون الرشيد وقال: احفروا له قبر خلف قبر أبي. وحفروا وإذا بصخرة كبيرة أرادوا إزاحتها، يشيلونها يحركونها ما قدروا. اجتمعت عليها كل المعاول رجال أبطال ما قدروا. يقول أبو الصلت: هنا التفت إلى المأمون وأخبرته بالأمر. قلت له: ترى سيدي أخبر سيدي الإمام الرضا أخبرني بذلك، وقد أوصى أن يحفر إليه القبر أمام قبر هارون لا خلف قبر هارون، وحفر إلى الإمام سلام الله عليه.
لكن يقول أوصل تعجبت من الأمر، يعني هذا أمر إعجاز. والأعظم من ذلك يقول أوصل لما دخل الإمام الرضا سلام الله عليه على المأمون وهو يعلم بما سيجني المأمون في حقه، إن بدس إليه السم، فلذلك التفت إلي وقال يا أبا الصلت كن معي غدا سأدخل على هذا اللعين الفاجر المأمون، فإن خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، وإن خرجت كاشف الرأس كلمني أكلمك. يقول أبو الصلت فكنت مع الإمام، لازمت الإمام، دخل الإمام سلام الله عليه على اللعين المأمون، المأمون جالس بيده عنقود فيه عنب وقد أكل القليل منه، لما دخل عليه الإمام الرضا سلام الله عليه قام وأخذ الإمام الرضا بالأحضان وأجلس الإمام الرضا إلى جنبه وقدم إلى الإمام ما بقي من العنقود من العنب، قال كل يا ابن العبد هذا عنب رازقي في غير أوانه، فامتنع الإمام الرضا سلام الله عليه، قال لا أريد، فعاوده المرة والثانية إلى أن أخذ الإمام سلام الله عليه ثلاث عنبات كما تقول الروايات فتناولها الإمام سلام الله عليه، ما نتناول تلك العنبات فكأنما جرحت أمعاء الإمام وكبد الإمام بالسم. أقول أبو الصلت أنا خلف الباب أنتظر خروج الإمام وأسأل الله عز وجل أن لا يخرج الإمام الرضا إلا وكاشف الرأس لا مغطى الرأس. يقول ما بين أنا كذلك وإذا بالإمام الرضا قد خرج وهو مغطى الرأس، فلطمت على صدري ناديت إماما. يقول فجعل يتمشى الإمام الرضا وأنا خلفه قاصدا إلى الدار، بعد ما تكلم ولا بكلمة إلا لما أن دخل الدار، دخل الدار وانضجع على الفراش ثم التفت إلي ونادى يا بصال اغلق باب الدار ولا تدع احد يدخل علينا دارنا، لا تخلي احد يدخل الدار كان من كان. يقول ابو الصلت فاغلقت باب الدار، فما انا اغلقت باب الدار واذا بغلام اجمع الناس بالامام الرضا واقف في صحن الدار، غريب من انت ومن اللي أدخلك الدار والأبواب مغلقة منان؟ فأجابني الغلام ونادى يا بصال إن الذي أدخلني الدار هو الذي أتى بي من المدينة، هو الذي أدخلني صحن الدار والأبواب مغلقة. قلت له من أنت يا غلام؟ أخبرني من أنت. قال أنا سيدك ومولاك الإمام الجواد ابن الإمام الرضا. ثم توجه الإمام الجواد إلى أبيه الرضا وجلس عند رأسه، فجعل يقبل الإمام الرضا وينادي أباك من الذي فجعنا أباك، أباك من الذي أصابك؟ الإمام الرضا سلام الله عليه مغشى عليه من حرارة السوم، تفاعل السم في كبد الإمام، أفاق الإمام من غشوته وإذا بالجواد إلى جنبه ضمه إلى صدره مناديا وولدا، نادى الإمام الجواد وأبتا فجعل ينظر إلى أبي وهو يجر الأنات وينادي وغربتا
عند ذلك عرق جبين الإمام الرضا سلام الله عليه وعانى سكرات الموت، عرق جبينه واصفر لونه، اعطى مواريث الانبياء فجعل يوصي بوصايا عند احتضار الموت، مد يديه ثم فاضت روحه الطاهره وهل من مناد وامام، وهل من مناد وسيدا، انكب الامام الجواد على ابي الرضا مناديا وفجعته، ثم قام بتغسيله وتحنيطه حنطه وكفنه وأبن أبيه الإمام الرضا، وخرج عند ذلك الإمام الجواد إلى وين؟ راجع إلى المدينة، ولأن جاء بالإعجاز إلى خراسان، عاد عاد إلى أهل المدينة إلى بني هاشم، لكن على أي حال عاد محزون الوجه، باكي العين، أمر الجواري بنصب الماتم والعزاء، تعجبنا الجواري والخدم، يا لولا سيدي انت تنصب الماتم لمصاب الحسين ايام عاشوراء وقد مضت، لأي عزاء تنصب الماتم، لأي مصيبة سيدي؟ عند ذلك انتحب الإمام، يا أو بني هاشم يسألون الإمام الجواد لأي عزاء، لأي مصيبة تنصب العزاء؟ لأي فادحة سيدي؟ جعل يخاطبه عمه، بني أنا أنصب الماتم لمصاب الحسين أم ننصب الماتم لمصاب أمير المؤمنين علي؟ لأي مصيبة؟ أم لفاطمة الزهراء؟ انتحب عنا ذلك الإمام الجواد، ماذا هيجت له عاكية يا بن خير البرية، وياي هيجت له عاكية يا بن خير البرية، ما تقل لي على من أمرت ننصب عزي بني يا بني مصايبنا، عظيم الشيب الشاب نبكي على ضلعين مكسورة ورا لان الجنين اللي تعفر فوق لا قاد جدنا اللي ذانا بكل مصيب، لا لضربة المحرام نبكي يا ضي العين، لا لجل عمنا يا الحسن لا نبكي على لا للأجساد اللي بجت من غير تجفن، لا للحريم اللي تسمت خارجية، ننصب الماتة ما تقل لي فجيعة، للي انذبح ضامية وعلى صدره رضي، لو للإمام اللي نشر مذهب الشيعة جعفر من المنصور جاسك المصيبة، بني ما تنحصخ بمصايب نحن بلايانا عظيمة، ما تنحصى يا ابني مصايبنا بتعداد، الله يا مسجون ان امتلت شبان واولاد بلا مسخية ضرمية بجسر بغداد، بين الأعاد جنازة ظلت رمية، حن الإمام الجواد صارخا وأبتا ومصيبة، حنوا صفق صدره يا
الزفرة شديدة وقال يا عمي حلت مصيبة جديدة ويا الرضا المأمون سواها مكيدة يقطع مهجته وزلزل السبع العلي يا مسموم مات بذار غربة غربة يا ما حضرتوا يا ليتكم يا ولاد ابو الطالب ابو الطالب نظرتوا يا ليت شلتوا جنازته وقبره حفرتوا محل الاهل حول النعش تمشي سويه قضى غريب خراسان بغصته نفس الفداء لغريب في خراسان يا الله إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بجاه البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله إلهي شافي مرضانا شافي جرحانا وفك أسرانا وفرج عنا فرجا عاجلا يا كريم إلهي واحفظ زوار قبر أبي عبد الله الحسين وارجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين اللهم ارزقنا وإياهم شفاعة الحسين وشفاعة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله إلى أرواح العلماء والشهداء وخدمة أبا عبد الله الحسين وأرواح وإلى أرواح موتى الحاضرين والسامعين ومن مات على الإيمان رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.